أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. انتخابات مبكرة يعلن عنها السيد مصطفى الكاظمي، هل ستنجح؟ ما هي المعايير لإجراء هذه الانتخابات؟ وما هي الضمانات في نجاح هذه الانتخابات؟ هل إعلان الانتخابات المبكرة هي خطوة استباقية من السيد الكاظمي؟ والبعض يقول أن كان هذا التأريخ الذي أعلن عنه السيد الكاظمي هو مقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن السيد مصطفى الكاظمي في 20 من الشهر الجاري سيلتقي ترامب في البيت الأبيض حسب ما أعلن البيت الأبيض وأيضا المتحدث باسم السيد الكاظمي. هل تكاتف الكتل السياسية وإعلانها للانتخابات أبكر هي خطوة ضد السيد الكاظمي؟ محاور كثيرة سأناقشها مع ضيوفي من لندن، الأستاذ نجاح محمد علي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ نجاح مرحبا بك وحياك الله. حياك الله. وأيضا من عمان الدكتور عبد القادر النايل، أيضا الباحث السياسي. دكتور عبد القادر مرحبا بك وحياك الله. مشاهدين، ودعني بالبدء حقيقة أثمن وأهنئ الشعب العراقي بالذكرى 32 لانتصاره في معركة إيقاف تصدير ثورة الخميني إلى المنطقة، والتي دفع العراقيون من شيعتهم وسنتهم ومسيحيهم وصابئتهم وتركمانهم وكردهم دماء زكية لإيقاف هذا الإرهاب الذي نعيشه اليوم. طيب دكتور عبد القادر، هسه احنا بدنا نحكي عن انتخابات مبكره لو على حرب ايران؟ لا، هذه تهنئه. طيب. تهنئه، ليس لها علاقه بالحرب. طيب بهذا الشكل فاعذرني، ما مستعد انا اخوض بنقاش. لا احنا راح نعم هذا النقاش بهذا المستوى تافه، وما مستعد انا وقتي. طيب، واحنا ما مستعدين استاذ نجاح، لانه تعرف ليش؟ احنا تعرف ليش؟ اذا هو يقول لي يوم النصر عظيم راح احكي له كل سوالفه هو وسوالف صدامه اللي طلعوه من الحفره. أيه؟ وبعدين شلون عدموه، وبعدين تتركونا. لا خلينا نحكي عن الانتخابات. لو نحكي بالانتخابات وبالزياره المبكره، لا هذا تافه كبار ما تجيبه. طيب انا حييته ما حياني لانه تافه. لا احنا بدون تجاوز استاذ نجاح، الاناء ينضح بما فيه. انا حييتك لما الان وصل اللقاء الي. لا خلاص، ارحب بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين الكرام. فاي تحيه اقولها؟ استاذ عبد القادر، ما راح نبدي من داخل، خلينا نبدي استاذ نجاح. استاذ نجاح مرحبا بك. خليني ابدي وياك. تعتقد ان اعلان السيد الكاظمي عن انتخابات مبكره هي حركه استباقية بسبب عجز السيد الكاظمي عن التغيير وعن مواجهة الكتل السياسية؟ التكاتف من قبل الكتل السياسية، من رئيس البرلمان إلى السيد المالكي إلى تحالف الفتح، بأن تكون هناك انتخابات أبكر أيضا هي ربما خطوة ضد السيد الكاظمي كما يظنها البعض. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مرة أخرى أحيي الأخ عبد القادر، وأتمنى أن نشهد نقاشا مفيدا مثريا يخدم شعبنا العراقي وإن اختلفنا جميل في المواقف، مع ملاحظة وهي دائما أنا أكررها، أنا نجاح محمد علي من أشد المعارضين لنظام صدام حسين ولإسقاطه بطريقة الغزو العسكري والاحتلال، ومن أشد المعارضين، هاي حتى يفهمها الأخ عبد القادر ويفهم بقية الناس، ومن أشد المعارضين لهذه العملية السياسية الفاسدة التي تنتج على مدار الساعة فاسدين. يعني أنا لازلت معارضا سواء للنظام السابق، وقدمت في ذلك الكثير من أجل تلك المعارضة، سواء الآن في هذا النظام الجديد الذي جاءت به أمريكا، ولا تزال هي التي تدير العملية السياسية فيه. طبعا بالنسبة للانتخابات المبكرة هو أساسا شرط، يعني شرط من الشروط التي تم الاتفاق بشأنها مع السيد مصطفى الكاظمي من قبل القوى التي جاءت به إلى السلطة. هذا شرط، هناك 10 مبادئ، واحدة منها تم الاتفاق ويعني أشبه بالعقد بين الطرفين، بين خصوصا كتلة الفتح والكتل الأخرى التي جاءت بالسيد مصطفى الكاظمي. طيب. واحدة من هذه المبادئ هي إجراء انتخابات مبكرة، مع ملاحظة أنه لا هو
ولا واحد من أنصاره أو أصحابه أو حكومته التي اقترحها يرشح لهذه الانتخابات المبكرة. إذن هذه قضية تحصيل حاصل. طيب. صحيح بعد مجيء السيد مصطفى الكاظمي حصلت أمور كثيرة. الولايات المتحدة الأمريكية التي هي دعت إلى انتخابات مبكرة أرادت أن تعرقل عقد أو إجراء مثل هذه الانتخابات مع الجماعات الأخرى التي أيدت مصطفى الكاظمي عدا الكتل التي ذكرتها، وأقصد ما يمكن أن نسميهم بجماعة المظاهرات. والسيد مصطفى الكاظمي هو بالمناسبة جزء من تلك الجماعات، جزء من تلك الجماعات بالرغم من أنه كان يتولى منصبا حكوميا وهو رئيس جهاز مخابرات، لكن أنا أعتبر هذه خيانة بالنسبة للدولة التي هو جزء منها، ولكن في نفس الوقت هو يتآمر مع المتظاهرين. أولئك المتظاهرين أيضا اختلفوا بشأنه واختلفوا حول الحصص، حول الحكومة، قسم ما جابهم ما عينهم وما حطهم في الواجهة، فبالنتيجة كانت هنالك رغبة أن لا تجرى مثل هذه الانتخابات المبكرة. أما اختيار الموعد، أنا أعتقد اختيار الموعد أيضا هو لإحراج الكتل السياسية، لأنه اختار موعدا في الشتاء في الصيف، وفي الصيف هنالك مشكلة تعرف في موضوع الكهرباء، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل عقد زيمينس مع الألمان، فهذه أيضا واحدة من الألاعيب التي يراد جر الكتل السياسية والسيد مصطفى الكاظمي إلى صراع بشأنها. نعم، طيب جميل، لكن البعض يقول أن اختيار الموعد بسبب فرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، شنو رأيك؟ لا أستبعد ذلك، أنا أشرت إلى ذلك، وأساسا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد انتخابات مبكرة، تريد أن يستمر السيد مصطفى الكاظمي، لأن لديها مشروع في البداية، مشروع جر العراق إلى فوضى، وتلاحظ يعني منذ اندلاع ما يسمى بهذه المظاهرات غير العفوية في تشرين الماضي من العام الماضي، كان هنالك مخطط واضح لجر العراقيين إلى اقتتال، خصوصا الشيعة مع الشيعة، وحتى جر مؤسسات الدولة الأمنية إلى اقتتال كالحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، وهو هذه أيضا حاول أن يقوم بها السيد مصطفى الكاظمي في عملية البعيثة التي حاول أن يجر أو يتهم كتائب حزب الله بأشياء لم تفعلها، و تعرف هذه القضية أيضا. نعم. يمكن التفصيل بشأنها. طيب. وبالنتيجة يعني جر العراق إلى انقسام وإيجاد الفوضى التي تؤدي إلى التقسيم. السنة أيضا راح يطالبون بتقسيم بإقليمين على الأقل. الأكراد الآن فرصة مواتية، قبل كانوا يخشون إيران ويخشون تركيا في موضوع الانفصال، الآن إذا وصل العراق إلى الفوضى، وانت لاحظت حتى جون بولتن كان يتحدث بكل صراحة، مستشار الرئيس الأمريكي السابق المخلوع، تحدث بصراحة عن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع التقسيم، والتقسيم أيضا من متبنيات جو بايدن أحد أبرز المرشحين المنافسين في الرئاسة الأمريكية. طيب أستاذ نجاح، أكو نقطة مهمة، جر العراق إلى فوضى، المظاهرات غير عفوية، حرب شيعية شيعية، هاي المصطلحات استوقفتني، لكن مظاهرات غير عفوية شنو تقصد بيها؟ بالبداية كانت عفوية والكل يعلم. نعم. المظاهرات ليست عفوية على الإطلاق، خطط لها في قاعدة عين الأسد، هذه معلومات أنا تحدثت عنها بالتفصيل. طيب. وتحدث عنها قبل اندلاعها أيضا سماحة الشيخ قيس الخزعلي، ومعلومات وصلت إلى القيادة العراقية آنذاك، وكان هنالك مخطط لانقلاب كبير بدأوه بعزل رئيس جهاز المخابرات، عفوا جهاز مكافحة الإرهاب الحالي السيد الساعدي عبد الوهاب الساعدي، وتعرف أيضا أن السيد عبد الوهاب الساعدي كان يلتقي بالولايات بمسؤولين أمريكيين في السفارة الأمريكية، والتقى مبعوثا صهيونيا مسؤولا عما يسمى بالربيع العربي، وهذا معروف الأمر، يعني هذه الصور الموجودة ومنشورة، وحركوا مظاهرات بهذا الشكل بحجة المطالبة بمطالب خدمية، وهي مشروعة، يعني المظاهرات التي تطالب بمطالب خدمية مشروعة، لكن هذه المظاهرات التي اندلعت في الأول من تشرين، لا لا لا، خطط لها
ودبر لها، وهناك وثائق أموال دفعت في الأردن لبعض الشخصيات، وبعض القنوات متورطة في هذا الموضوع واجتمعوا في قاعدة عين الأسد، وحتى بعض الشيعة متورطون وأيضا بعض السنة من المشاركين في العملية السياسية. انت لاحظت أشو رسل المظاهرات ومظاهرات وفساد، وبس بس بالجنوب وبس بالأماكن الشيعية، الأماكن الكردية والأماكن السنية التي دمروها، خاصة المناطق السنية التي تم تدميرها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الإرهابية التي أسستها كداعش مثلا والقاعدة وقبلها كل تلك المنظمات، الآن يريدون أن يدمروا أو يكرروا نفس السيناريو في المناطق الشيعية. طيب لا أستاذ نجوى، حكوا نقطة، أكو نقطة مهمة، أكو هذا اتهام واضح للفريق عبد الوهاب الساعدي باجتماعات ويا الأمريكان، والأمر الآخر الأماكن السنية ما طلعت تظاهرات هم خافوا من دخول داعش، فقال لك إحنا طلعنا تظاهرات ومشت علينا اللعبة بعد ما نطلع تظاهرات. بس جاوبني باختصار عمود أنتقل للضيف. لا هذا مبرر، هذا عذر يعني غير مقبول على الإطلاق. أما فيما يتعلق بالسيد عبد الوهاب الساعدي، صورة موجودة، التقى بالسفارة الأمريكية، وبعدين حتى الرئيس الوزراء السابق السيد عادل عبد المهدي تحدث عن هذا الموضوع، قال يعني شلون يصير ضابط كبير في جهاز عسكري أمني خطير يلتقي بمسؤولين أمريكيين في سفارة أمريكية دون علم المسؤولين عليه، يعني في التسلسلات التراتبية. طيب. لكن مع كل أسف يعني الذي يجري في العراق هو خارج إطار هذه المعادلات الوطنية، من يتحدث عن الوطنية وعن السيادة هو متورط في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي يريد بقاء الاحتلال وبقاء القوات الأمريكية، بينما الذين اتهموا وأنا كنت أعترض عليهم بأنهم جاءوا على ظهر دبابة أمريكية، الآن على الأقل بالصورة يعني بالظاهر هم الآن يطالبون بخروج القوات الأمريكية والاحتلال. طيب جميل، سأعود لك دكتور عبد القادر، مرحبا بك، حياك الله. أهلا وسهلا بك وبضيفك ومشاهديكم الكرام. حياك الله، مرحبا بك. خليني أنتقل وياك لموضوع خفايا الإعلان عن الانتخابات المبكرة. تعتقد السيد الكاظمي اليوم سيستطيع تأمين نزاهة الانتخابات المبكرة؟ هسه الفلوس راح تتأمن، لكن تأمين نزاهة الانتخابات المبكرة وأيضا بعيدا عن المال السياسي وعن السلاح السياسي، تفضل. من المعلوم فقط نقطة نظام، دائما في حواراتنا مبنية على الشفافية والمعلومات والإثراء بعيدا عن الألفاظ النابية، ولن ننزل إلى مستويات حقيقة متدنية، وبالتالي نحن نرحب ونحترم كل آراء وجهات النظر، لأن المشاهد الكريم هو الذي سيسمع ويحكم على المعلومات والنقاشات بطريقة حضارية وواضحة تماما. على هذا الأساس فإن الانتخابات في العراق المبكرة وهي أحد شروط المجيء بالكاظمي قدمت له مقترحان. المقترح الأول كان من الإيرانيين، وهو أن تعقد الانتخابات في شهر نيسان وفي مطلع شهر نيسان، والمقترح الثاني من الولايات المتحدة الأمريكية والمحور الغربي بحقيقة وصاية الأمم المتحدة في الشهر السادس، والقضية تتعلق بالأمم المتحدة أنها قالت للكاظمي أن هذا الخيار يمكن أن نؤمن الأمور اللوجستية للانتخابات، وبالتالي يعلم الكاظمي تماما أنه الإيراني لن يقدموا مالا، فهم يأخذون من العراق على أساس هذا الشيء، لن يقدموا مالا في دعم عملية الانتخابات، فهو ذهب باتجاه أكثر يمكن بعدا لبقائه في السلطة، وهو الشهر السادس بهذا الإطار، وإلا فإن الكتل السياسية على علم مسبق بهذا الخيارين، لكن هناك حقيقة كتل تريد خيار شهر نيسان لأمور اعتبارية، لأننا حقيقة هناك وضوح تماما أن اليوم نعيش نحن في اللا دولة بالعراق، وبالتالي الانتخابات القادمة يراد منها الانتقال إلى حكم السلاح وحكم العشائر، وبالتالي إنهاء حتى اللا دولة في العراق. على هذا الأساس لن تكون هناك انتخابات نزيهة بالمطلق، لا يمكن تأمين الانتخابات بوجود سلاح لميليشيات منتشرة، وبالتالي بسطوة السلاح يمكن أن تجبر الأهالي أو تأخذ بطاقات من الانتخابية من أجل التزوير، وثانيا نقل الصناديق، لا يوجد هناك قوة عسكرية مؤمنة، لأن كل القوات تابعة لأحزاب وميليشيات مشاركة في السلطة
بإطار العملية السياسية الحالية التي حقيقة هي في الفعل بيت أمريكا في العراق، وفيها نصف باب يدخل إليها من تشاء أمريكا. حتى النفوذ الإيراني دخل برعاية الأمريكان داخل العملية السياسية، وبالتالي شلون هاي المعادلة ما دا أفهمها؟ شنو النفوذ الإيراني دخل بحماية أمريكا؟ معلوم تماما أنه بعد سقوط النظام السابق باحتلال وبغزو واضح خارج شرعية المجتمع الدولي حتى، وبالتالي أعلنت عن نفسها قوات احتلال. طيب. معلوم تأسيس مجلس الحكم بني على أطراف موالية لإيران، وبالتالي جرت تفاهمات، وخاتمي الرئيس الإيراني قالها صراحة، يعني راجع الياور كان موالي لإيران، يعني قالها خاتمي واضحا، لولا طهران لما سقطت كابول وبغداد، وكانت هناك تعاونات مسبقة ولقاءات، وأحمد الشلبي قاد حقيقة تفاهمات بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي بطريقة واضحة على مستوى العراق وداخل أفغانستان. هذه طيب. قضية معلومة تماما. طيب رجع لي اليوم إذا اختلفت الأجندات هذه شيء ثاني، نتكلم عن بدايات. لذلك إلى هذه اللحظة مسألة النفوذ الموجود على العملية السياسية الحالية لا يمكن للكاظمي ولا لغيره أن يوجد هناك آلية حقيقية لإنتاج انتخابات حرة ونزيهة، لا سيما نحن نتكلم عن أوقات حرجة واضحة تماما وعن أشهر معلومة، ولا زال السلاح متحكم بإدارة الدولة. الصناديق التي سيجري عملية نقلها إلى مناطق آمنة للفرز ستكون بيد ميليشيات وأحزاب يمكن أن تبدلها في الطريق، لذلك لا وجود لأي ضمانات لانتخابات قادمة في العراق يمكن أن تؤسس لعملية سياسية، لا سيما أن مطالب ثورة تشرين والمتظاهرين السلميين الذين هم بإطار وطني وبعيد عن الأجندات بطريقة واضحة، وكانت تظاهراتهم تظاهرات عراقية خالصة لا يمكن لأحد أن يكون هناك من دعمها، بالتالي هم يتعرضون إلى عمليات القنص والقتل من محور القناصين ومحور القتل والخطف. طيب. كانوا لا يريدون انتخابات بهذه الأطار، يريدون قانون انتخابات ويريدون تجبيد الدستور. أرادوا انتخابات أبكر بالتأكيد، لكن شروط الانتخابات الأبكر كانت لديهم تجميد الدستور الحالي وقانون انتخابات في دوائر متعددة، وهناك رعاية دولية حتى بموظفين دوليين، ليست عملية مراقبة. أن يكون هناك رؤية دولية لانتخابات أولية، لا لانتخابات تقودها مفوضية تحت وصاية الأحزاب وقوة السلاح الذي إلى الآن بدأت تمنح إجازات لميليشيات مسلحة، ولا أعلم كيف يمكن لنظامهم الداخلي ولا حتى لدستورهم الحالي أن يسمح بإجازة من يمتلك السلاح ممارسة العمل السياسي. هذا خارج حتى نطاق الجميع بطريقة واضحة، ولدينا وثائق واضحة ومعلومة وهي معلومة للجميع. لذلك حقيقة المتظاهرين كانوا يطالبون بتجميد الدستور الحالي الذي يؤسس إلى تقسيم العراق، والذي يؤسس إلى حقيقة تفكيك دولة، وهو الذي أنتج لا دولة والعملية السياسية الحالية الفاشلة. ترى دكتور الآن أنت وساد نجاح ترى متفقين، يعني هو من أشد المعارضين لصدام وعارضي ولإسقاط النظام بطريقة الاحتلال ونظام الاحتلال والفاسدين، ماكو خلاف من المعلوم، لكن هناك قضية مهمة. أننا نريد إبعاد النفوذ الإيراني عن العراق بطريقة واضحة تماما، وبالتالي ما يعيشه الآن العراقيون بسبب هذا النفوذ الإيراني هو الذي ربما دفع آخرين لعدم المواجهة الفعلية، وإلا الاحتلال لا أحد يمكن أن يرضى باحتلال بلده مهما كانت أوصافه أو أسمائه. لذلك حقيقة الاحتلال مرفوض، ولذلك انطلقت مقاومة نقية طاهرة في محافظات، والكل يفتخر بهذه المقاومة الذي أركعت الجيش الأمريكي ولا سيما معركة الفلوجة. على هذا الأساس فإننا نتكلم عن شعب يريد استعادة وطنه. لذلك حقيقة الولايات المتحدة الذي ربما ضيفك يشير إلى أن هناك عملية الدعم للمتظاهرين، هذا حقيقة مجانب للصواب بالمطلق، لأن الأمريكان هم رعاة العملية السياسية. لو كانوا يريدون إسقاط العملية السياسية الأمريكان، وهو قد أشار إليها في كلامه، لو يريدون إسقاط العملية السياسية من الذي يمنعهم؟ معلوم تماما نحن نتفق جميعا على العملية السياسية. طيب خلينا أوجه هذا السؤال للضيف، ممكن أعود بهذا السؤال. أستاذ نجاح، الضيف يقول أن ما تحدثت به عن الدعم لتظاهرات تشرين هذا مجانب للصواب، لأن أمريكا لو أرادت إسقاط النظام الحالي تستطيع ولا يستطيع أحد إيقافها، يعني من راح يوقف بوجه أمريكا؟ قبل أجابك على السؤال، بعض التعليق على ما ذكره الأخ قادر، يعني يقول الإيرانيين اقترحوا، خلي بطل بهذه اللغة،
اقترحوا انتخابات في أبريل، بطلوا هذه اللغة، تعالوا نتحدث كعراقيين، ربما لدينا وجهات نظر حول إيران وغير إيران. حضرتك ممكن تكون عندك وجهة نظر في العلاقة مع تركيا أو قطر، وفلان عنده وجهة نظر في الدور السعودي في العراق، وأنا لدي وجهة نظر حول الدور الإيراني في العراق، مع ملاحظة أعطيك معلومة أنت يعني حاولت أن تهمز من موضوع إيران، من قال لك هو متفق معك؟ قلت له لا، هو موضوع إيران، أنا في إيران كصحفي رحت انسجلت في إيران سنة بالإنفرادي في إيران، يعني أنا لدي موقف من إيران، لكن إيران وقفت إلى جانب بلدي في قضية داعش. فالذي اقترح الانتخابات في الربيع هم مو إيرانيين، هم عراقيين، هو السيد هادي العامري شيخ المجاهدين الذي كان يجاهد ضد داعش، بينما حضرتك وأنا واحد من الناس قاعدين في دول مرتاحين، لم نرفع هذا السلاح ولم نحصل على شرف أن نشارك لا في المقاومة المباشرة العسكرية ضد الاحتلال ولا في مواجهة حركة الإرهاب التي قادتها داعش بإشراف أمريكي مباشر. طيب. فيما يتعلق بتصريح طيب أستاذ نجاح، أستاذ نجاح ممكن تنطيني نصف دقيقة بس أنتقل إلى فاصل وأعود لك ثواني ممكن. تفضل. تمام أحمد كرام مستمر معكم، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مرة أخرى أحمد الكرام مرحبا بكم، مرحبا بضيوفي الأستاذ نجاح محمد علي، الأستاذ عبد القادر النايل، مرحبا بكم حياك الله. أستاذ نجاح قبل أن تنتقل للنقطة الثانية، الأخ النايل ذكر أن هناك مقترحان قدمت للسيد الكاظمي، فأنا لم أحاول أن أغمز ولا أي شيء، لكن هو ذكر أن هناك مقترحان قدمت، واحد من أمريكا واحد من إيران، هو رضى بالخيار الأمريكي. هذه العهدة على الناقل مو علي أنا، ما لي علاقة. تفضل. نعم نعم أستاذ نجاح أنت وياي تسمعني الآن؟ أسأل الآن أسمع. إيه الموضوع المقترحين، الرجل قال أن هناك مقترحان، واحد من إيران واحد من أمريكا، فأنا لم أحاول أن أغمز. شنو علاقة بالموضوع؟ نعم. قدم مقترحين، مقترح من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء. طيب. الذي تعرفه وسائل الإعلام الأمريكية، طبعاً أنت قلت المقترح أمريكي. إيه. تعرفه وسائل الإعلام الأمريكية والمسؤولون الأمريكيون بأنه رجل أمريكا في العراق، السيد مصطفى الكاظمي. والاقتراح الثاني من شيخ المجاهدين الأستاذ هادي العامري في الربيع، لا أكثر ولا أقل. طيب. وفي الربيع الناس مرتاحة تروح تنتخب، وأكرر أنا لم أشارك في أي انتخابات، لا ناخبا ولا منتخب منتخبا. وملاحظة مهمة جدا على يعني على ما قاله الأستاذ الفاضل عبد القادر، هو يتحدث عن ميليشيات وسلاح مقاومة وسلاح ميليشيات، أنه من غير المعقول. أنا أتفق معه في أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات، وأنا قلت في أول انتخابات جرت في العراق، قلت لا يمكن أن تجرى انتخابات في بلد تحت الاحتلال. الآن العراق هو خلي يوصف لي، صحيح يقولون الحكومات العراقية المتعاقبة نحن من جئنا بالقوات الأمريكية، لكن عملا هو الولايات المتحدة الأمريكية محتلة للعراق، بدليل أن البرلمان العراقي، هذا البرلمان العراقي سيجي تقول لي الأكثرية الشيعية الذين ذهبوا وصوتوا في البرلمان، هذا كلام يعني لا يعتد به، لأنه في التصويت هنالك عدد أرقام تتحرك. البرلمان العراقي طالب بخروج القوات الأمريكية، ليش بتخرج القوات الأمريكية؟ بعدين القوات الأمريكية تسيطر على السماء وعلى الأجواء بكل تفاصيلها، وهي التي قامت بقتل عراقيين. ما نقول قاسم سليماني ضيفه ساعدنا وجه قاتل داعش، لا نقول أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي قتل بقوات أمريكية، مو عملية يعني مثلاً حولها لبس وغموض كما يجري الآن في لبنان، لا عملية مباشرة الرئيس الأمريكي وعلنية، أنا أصدرت أوامر. فهذا إذن لا يمكن أن تجرى انتخابات حرة نزيهة بوجود قوات أمريكية. أما يعني السلاح المنفلت، أنا أتفق تماما، لا يمكن أيضا
لا يمكن أيضا لا سلاح الميليشيات اللي يسموها ميليشيات وهي فصائل المقاومة، ولا سلاح حتى سلاح العشائر على سبيل المثال، هذا اللي هو سلاح منفلت ويتم التصرف به دون إرادة الدولة بل لزعزعة أمن البلد، لا تستطيع أي دولة أن تواجهه إلا بعد خروج الاحتلال. وكرر الاحتلال العسكري، إيران عندها نفوذ، السعودية عندها نفوذ، قطرهم عندها نفوذ، الكويتهم عندها نفوذ، دول عديدة الآن في العراق لديها نفوذ، بس الاحتلال العسكري القوات إسرائيل لديها نفوذ. أستاذ نجاح، إسرائيل لديها نفوذ رحم الله والديه، مو تمام، إسرائيل لديها نفوذ بلا شك. أتراك الآن موجودون خوب علنا البارحة وأول البارحة عمليات عسكرية يقصفون بدهوك، هاي الأتراك خوب ليش؟ يعني هذول ما حد يقولون على عنكم حاجب، لا تعالوا نتفق إذا تريدون حركة وطنية ونتفق كعراقيين على إخراج أي نفوذ حتى النفوذ الإيراني، ها بس النفوذ الإيراني اللي تحكون عنه خلي نحكي بالوقائع، مو نحكي بخلافات سابقة أو نحكي من وجهة نظر والله يوم النصر العظيم أو الحرب العراقية السابقة. وهو نفسه الراحل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين اعترف بالصوت والصورة، قال ورطونا بهاي الحرب دول الخليج والأمريكان، ورطوا ما سماه بالجزء الخير أيضا من إيران في هذه الحرب العبثية، حرب عبثية جرت البلدين إلى ويلات. هل لازم نكررها أنا وأخوي عبد القادر؟ خب ما يصير. تعالوا الآن في مسائل عالقة، كم مرة أنا دعوت المسؤولين الإيرانيين والعراقيين، وأرجو من الأخ عبد القادر أيضا خلي يدعو، وحضرتك أنت أيضا تعرضت إلى مضايقات واعتقال من قبل القوات البريطانية كما أعرف. خب بالنتيجة احنا نقول وطنيون تعالوا إلى حوار استراتيجي كما هذا الحوار بدأ مع الولايات المتحدة الأمريكية والعراق طبعا، تعالوا نسوي حوار استراتيجي مع إيران نشوف يابا هذا القرار 598 الذي تمت الموافقة عليه واعتبر من وجهة نظر نظام صدام بأنه نصر عظيم فقط لأنه ما سقط النظام، انتبه جيدا شوف المفارقات، تعال نشوف هذا القرار 598 في مسائل كثيرة متعلقة الآن لم تنفذ، أكو حدود مشتركة لم ترسم لحد الآن، صحيح العراق اعترف بمعاهدة 75 بس أكو جوانب كثيرة فيما يتعلق بحقول النفط مشتركة، مسألة المياه، كثير من الأمور، تعالوا بعدوا حلوها ما دام دولتي طيب. ليست في حالة حرب، لكن يبقى هذا القرار يبقى قنبلة ملغومة موقوتة يمكن أن تعيدنا مرة ثانية إلى حرب عراقية إيرانية جديدة والعياذ بالله. طيب. ليش؟ شو راح نستفيد؟ طيب. خلي نحل هذه المسائل العالقة ونتحدث، تخرج القوات الأمريكية، تخرج القوات طبعا، في نفس الوقت ندعو إلى حوار استراتيجي مع تركيا، لأن أيضا تركيا سبب نحكي بالقضايا المهنية أخي الحبيب مرداد، من نحكي بالقضايا المهنية خب تركيا يومية تضرب في أراضينا في سليمانية ودهوك، يومية اعتداءات تركية موجودة خب أيضا، بس في نفس الوقت مو أحنا هم جاي نقوي قوى منظمات معارضة للدولة التركية، هذا هم موضوع، تعالوا نحكي تعالوا نتفق، لأنه تركيا تقول يا بي أنا وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أنا جاي أضرب جماعات من حزب العمال التركي المعروف عنده إرهابي. يعني خلاصة كلامي يجب أن نتحدث ونتحاور كعراقيين دون تفكير دون أن نلقي باتهامات هنا وهناك. جميل. وحتى هاي قضية خاتمي طبعا هو الأستاذ معلوماته خطأ، أنا خبير في الشؤون الإيرانية لك واحد ينكر أنا خبير لا ما حد الرئيس محمد خاتمي لم يقل هذا الكلام، ما قاله هو محمد علي أبطحي كان في ذلك الوقت مدير مكتبه ونائبه، قال بمو بهالصيغة، قال احنا تعاوننا مع أمريكا مو لإسقاط صدام، لا صار تعاون في أفغانستان وفي العراق عندما جاءت القوات الأمريكية، بعض الطائرات أصيبت، بعض الجرحى سقطوا في أماكن يعني تابعة لإيران، طيب. الإيرانيون رجعوهم سلموهم إلى القوات الأمريكية. نعم إيران دعمت، ها
إيران دعمت الفصائل العراقية شيعية وسنية التي كانت لديها علاقة مع إيران. سنية وسنية طبعاً، الإخوان المسلمين الحزب الإسلامي كانوا منخرطين في عملية مؤتمر لندن عام منتصف ديسمبر 2002، هاي معروفة. يعني رئيس الحزب، ذكرني باسمه، رئيس الحزب الإسلامي أنا ذاك اللي صار عضو في مجلس الحكم، أسامة التكريتي، أياد ساموراي. لا لا، أسامة التكريتي أعتقد. التركماني، من التركماني ذكرني؟ محسن عبد الحميد. محسن عبد الحميد. إيران دعمتهم وساعدتهم واشتركت مع الأكراد وكذا، لأنها تريد أن تحصل على هذا. قل لك نظام حاربني 8 سنوات فأريد أتكفى شره، وأنا كنت في داخل إيران أطلع بالتلفزيون الإيراني أعترض على التعاون الإيراني، التعاون يعني عبر المعارضة، أقصد عبر المعارضة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أروح أكتب، أكتب في جريدة الوطن يوم 16 فبراير على سبيل المثال 2002 فبراير، وروح شوف السيد الحكيم رحمه الله اشتكى عليه وما اشتكى عليه رسميا في الجرائد الإيرانية وحتى في عند الحكومة الإيرانية، لأني وصفتهم بأنهم أنتم معارضة ستكونون كحصان طروادة، تستفيد منكم أمريكا لإسقاط نظام عراقي احنا اذا ما قدرنا عليه. حتى هذا الاخ الان الاستاذ عادل عبد المهدي طلع معي مره في 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 مناظره كان في فرنسا، قال يا بشلون لعد احنا شلون نسقط صدام حسين؟ قلت له شنو، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ من صار مؤتمر زلماي خليل زاده كان يقودهم في لندن في 2002 منتصف ديسمبر، قلت لهم يا اخوان التكليفك هو المعارضة مو بالضرورة دائما هي لازم تستلم الحكم، ماكو هيك مفهوم. المعارضة أنا أريد أسقط صدام حسين، ما قدرت خلاص انتهى تكليف الشرعي. طيب يبقى اسمع لي، مو أجيب الأمريكان الآن، هو تبرير الأستاذ عبد القادر. أنا مدير وقت أستاذ نجاح، تفضل. يبررون وجود القوى بأي شكل من الأشكال، كون تبقى القوات الأمريكية. طيب لا احنا أنا هسه ابن البصرة ربما، والاستاذ النايل استاذ النايل ابن الانبار، وانا رجل ارفض الاحتلال بكل اشكاله. انا ابن البصره وانت ابن البصره، والبصره الوحيده اللي قاومت الاحتلال بينما الانبار سلمت الامريكان المدينه على طبق من فوق. طيب مو هيك الضيف راح يقول، مو هيك الضيف راح يقول اثنينكم من البصره تصيرون على ابن الانبار، ما ترى خلي ارجع له. طيب الأخ عبد القادر ما يخرج من هاي المعادلة. طيب انت رائع سيدي، خلي يخرج من هاي. طيب ويقعد وياي وانا وياه ونخرج حتى الايرانيين. طيب لا يثبت لي الارقام ان الايرانيين لهم نفوذ عسكري. طيب استاذ نجاح، لا انت تعطيك معلومه بس اسمح لي يا اخي بدقيقه على مود الوقت، تفضل. بدقيقه كل الوجود الايراني، هذول المستشارين ايش قال تقول عليهم 80 30 90 50 60 اللي حاربوا داعش وقدموا شهداء مثلا ابو مريم حميد تقوي الشهيد، وين اشتشت في منطقه سنيه على مشارف سامراء، كل هؤلاء جاءوا بعلم الحكومه العراقيه. الان هذا مصطفى الكاظمي مو يقولون عليه امريكي، تعرف شو سوى؟ هاي المعلومه لك اعطيك اياها، منح المستشارين العسكريين الايرانيين صفه دبلوماسيه. فاذا ما لك حق تحكي انت عن مستشارين ايرانيين تقول احتلال، بينما الاحتلال الامريكي احتلال. طيب. والاحتلال التركي احتلال. طيب ساعود لك دكتور عبد القادر، انا انطيت الاستاذ نجاح الوقت الكامل تقريبا 10 دقائق 11 دقيقه، وراح انطيك ايضا الوقت الكامل بان ترد. ارد اسالك السؤال المهم، ليش ما نتجه الى موضوع الحوار الاستراتيجي سواء ويا الايرانيين ويا الاتراك ويا السعوديين واي شخص متدخل بالشان العراقي، ونبتعد عن تراشق التهم والعداوات، وممكن فعلا نخرج الأمريكان ونخرج الإيرانيين ونبني تحالف وطني فعلي للعراق ويخدم أبناء العراق، لأنه بعد إحنا ما بعد ما نتحمل حروب ولا نتحمل مشاكل، وأنت ده شوف الوضع يوم عن يوم يتأزم. تفضل.
من المؤكد تماما أن العراق لن ينجو بنفسه إذا لم تتكاتف القوى الشعبية الأساسية والشعب العراقي باتجاه واضح تماما للاتفاق على استراتيجيات واضحة، أولها السيادة العراقية وإخراج جميع الاحتلالات. بالتالي معلوم تماما لابد قبل أن نذهب إلى حوار مع أي دولة، هل يستطيع العراقيون أن يجلسون على طاولة حوار مشترك لبناء استراتيجيات؟ اليوم ضيفك يريد أن يقزم الدور الإيراني بمجرد أنه مستشارين موجودين على أرض الواقع، والقضية أكبر من هذه القضية وهو يعلم بهذا الإطار. ما موجود حقيقة استيطان إيراني أكثر حتى من الاحتلال الأمريكي. الأمريكان سيضعفون وسيخرجون، وبالتالي أكو قواعد يعني إيرانية. يعني يا سيد العزيز، يوجد هناك ميليشيات تابعة لإيران تدربت وهي التي تتحكم. لابد هؤلاء العراقي يا سيد نجاح، العراقي من يذهب للعراقيين. اليوم نتكلم، إذا أنت تتكلم ولم أقاطعك، طيب أنت تتكلم عن حرب داعش. هو طيب من الذي دمر بالطائرات المدن، ومن الذي كان يقاتل نيابة عن الولايات المتحدة داعش في مناطقنا؟ بالتالي هل هم قاتلوا؟ تتكلم عن شيخ المجاهدين هادي العامري وهو قاتل في معركة الفلوجة الأولى أمام مقاومين مع المحتل الأمريكي ضد أهل الفلوجة. بها دليل هاي، بها دليل هاي، بها دليل رأيناها بأم أعيننا وبها دليل. بس دقيقة، وكانوا يتفاخرون في 2004. أستاذ نجاح، أستاذ نجاح، يعني أنا لم أقاطع أستاذ نجاح حتى يكمل فكرته، وأتمنى أن يكون الكلام واضح. يعني شيخ، إحنا إذا أردنا أن نصل إلى معلومة حقيقية، أستاذ عبد القادر، إذا أردنا، الوقت لي يا أستاذ، الوقت لك أستاذ نجاح، خلي يكمل فكرته على مود ما تصير مقاطعة، على مود نستفيد من الوقت. إحنا اليوم عندما نريد أن تفضل، بس عندك شنو عنده معلومة؟ تفضل تفضل أستاذ نجاح. لا أقول لا يجي يعني يزجنا بمواضيع ما لها وجود، ولازم إحنا بس نرد. وين هادي العامري قاتل في الفلوجة؟ اللي قاتل في الفلوجة الأمريكان، وهذا صاحبكم أياد علاوي. لا قاتل فيلق بدر. طيب قاتل فيلق بدر، قاتل. طيب احنا سنه شوي بتعد عن هاي المواضيع. الجيش الامريكي استاذ عبد القادر، معركه الفلوجه الاولى. طيب هذه حقيقه، استاذ عبد القادر، كانوا يتفاخرون فيها. بس هو قبل شويه الاخ عبد القادر قبل شويه يقول الايرانيين اقترحوا موعد في ابريل، يعني يقصد هادي العامري، بينما هو الان لا الايرانيون انفسهم قبل ان يعلن هادي العامري. طيب استاذ عبد القادر، انفسهم من قدموا المقترح. خلني ابتعد عن هاي المعلومات. طلع لي ما قدمه الايرانيون، اتحداك منا الى يوم القيامه، لان انا اعرف المزاج والنفس الايراني. الان ايران خاصة، وأرجو أن يعذرني أخي العزيز مقداد، أستاذ نجاح أنا مود الوقت. والله إيران بعد استشهاد القائد قاسم سليماني، وأنا أعترف لك إياها، حصل هنالك خلل في المنظومة على الأقل السياسية التي تتعامل مع الملف العراقي. طيب. إيران شفت وافقوا على مصطفى الكاظمي، وإيران تعتقد جازمة أن له صلة في قتل قاسم سليماني. طيب الآن تارك الأمور للعراقيين. طيب خليني أستاذ نجاح على مود الوقت، على مود الوقت، تفضل أستاذ عبد القادر. أنا لم أقاطع. خلاص بعد ما تكلم أيضا سكتت والوقت لي. طيب الوقت يعني حقيقة عندما نريد أن نبحث ونضع الأوراق حتى تكون واضحة للجميع، هو نحن بالتأكيد أولا ندعم أن يكون هناك حوارا لطاولة مشتركة عراقية ينتج من خلالها السيادة العراقية، وبالتالي نذهب. نحن لسنا دعاة أن يكون حرب مع إيران، ولسنا دعاة أن يكون هناك احتلال لإيران، لكن إيران أضرت بالعراق بطريقة واضحة تماما، ولا يمكن لأحد أن ينكر قاعدة جرف الصخر الذي فيها لبنانيون. وحسن نصر الله هو اعترف، قال جاء قاسم سليماني وزودته ب60 شخصية لبنانية لقيادة وضبط الميليشيات العراقية التي تقاتل هناك. لذلك حقيقة اليوم عندما نريد أن نكون واضحين تماما لإنتاج هذه القضية، ساد نجاح، لإنتاج هذه القضية لابد أن نضع النقاط على الحروف. بالتالي النفوذ الإيراني كبير تماما في العراق. عندما نريد أن ننتج إلى رؤية حقيقية عراقية لابد أن نرفض. أنا أقول لك لولا الولايات المتحدة الأمريكية البلد المحتل الحالي للعراق لما دخلت إيران. الشعب العراقي بسنته وشيعته لا يريد إيران، والهدف الأساسي من العداوة لثورة تشرين لأنها ضد النفوذ الإيراني. طيب لا يمكن طيب. لإيران أستاذ نجاح، أستاذ نجاح،
استاذ نجاح بس خلي يكمل فكرته. منتسباتها اليوم لديها طريق بري يمتد من العراق الى سوريا الى لبنان، كيف تريد لايران ان تتخلى والله ان قتل قاسم؟ طيب بدي اسالك سؤال استاذ عبد القادر، كيف لها تريد ان طيب. تتخلى عن نفوذها العسكري؟ هي طيب. اسست ميليشيات ودربتها طيب. وتقاتل استاذ عبد القادر. عندي سؤال مهم، عندي سؤال مهم من بدايه الحلقه، عمود اطلعكم من موضوع ايران ومشكله ايران، اريد اطلع من هذا الموضوع. اريد السؤال مهم، انتم دعمتوا تظاهرات تشرين بين قوسين كسنة تمام، ليش؟ وهذا سؤال مهم طرح استاذ نجاح، ليش الأماكن السنية ما بيها تظاهرات؟ أنا قلت له ممكن الجماعة يخافون يرجع داعش. لا لا ليس لهذا القضية. طيب ليش؟ أنا أقول لك بطريقة أموركم واضحة. تمام أموركم طيبة مرتاحين وضعكم كل الزين، شو الوضع؟ العراقيون يدعمون كل تظاهرات، عندما كانت التظاهرات في المناطق الغربية واستمرت سلمية لسنة كاملة أبناء الجنوب دعمونا ووصلوا إلى الساحات بكل الأطر، وبالتالي نحن اليوم عندما نذهب لأنها تظاهرات عراقية تطالب باستعارة وطن ومطالبها حق، يعني المطالب عندما تأتي على طاولة لقضايا وطنية وتجتمع كل النخب لا يمكن أن تختلف على هذه القضية، لأن الدستور أنتجه الاحتلال ولأن كل مطالبها هي للخروج عن منظومة الاحتلال الذي أوجدها الاحتلال الأمريكي للعراق، بالتالي لإنتاج سيارة وطن. المناطق السنية منها من اشترك في تظاهرات بغداد، لكن الوضع الحالي في المناطق السنية يعيشون في الخيام. كيف تريد للنازحين في الخيام الذين لا يجدون ماء؟ يعني عندما حقيقة تتابع الموجودين للنازحين سعد نجاح أطفال يصرخون من شدة الماء الذين يشربونه وهم عطشانين من شدة سخونته. المناطق اليوم محكومة أيضا بميليشيات. سعد نجاح راح أعطيك وقت تجاوب صدقني. سعد نجاح المناطق السنية محكومة بميليشيات حزب الله والعصائب في البصرة، المكاتب الاقتصادية، الاعتقالات. هسه سميها مسميات بدون ميليشيات استاذ عبد القادر، سمي مسميات. لا 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 قول حزب الله، قول كذا. لماذا لا نسميها باسمائها؟ لانه طيب. القضيه واضحه تماما طيب. عندما يتحكمون برقاب هذه المناطق اليوم في القائم، كيف تريد لعوائل اكثر من 100 منزل النجباء، خلنا اتيك النجباء تسيطر على منازلهم وتتخذها ثكنات عسكريه لها وهم يعيشون في الخيام. عندكم كيف؟ ممثلين بالبرلمان خلي يطالبون هؤلاء يا اخي، هؤلاء ليس لهم أي تأثير سياسي. يعني اليوم الفاعل الذي يمسك بالقرار الأمني والقرار السياسي والقرار الاقتصادي كلها التحالفات المبنية الذي يقودها والذي فشل في قيادتها. اليوم عندما يقول شيخ المجاهدين هذا العمري هو من يمتلك زمام الدولة طوال 17 عاما، أليس هم؟ لماذا لم ينجحوا في بناء دولة ومؤسسات عسكرية لا تسمح لداعش بالدخول إلى العراق؟ هؤلاء فشلوا لأنهم يريدون حقيقة العراق، يستأثرونهم دون أن تكون شراكة فعلية للجميع في قيادة العراق. هذا أصل الفشل بهذه القضية. المناطق السنية محكومة من الميليشيات والاعتقالات شغالة إلى هذه اللحظة. يوم أمس ضابط من الناصرية قال لي بالحرف الواحد في مدينة الموصل، قال يتصل علي ضابط ويتصل وضابط الدمج وتتصل علي ميليشيا معينة لا أريد أن أسميها، تقول لماذا نريد منك 10 معتقلين من منطقتك؟ لأن هذا الضابط يمتلك منزلا وبالتالي يحتاج إلى مبلغ مالي لإكماله. هكذا تجري الاعتقالات في هذه المناطق. طيب. هناك تدمير كبير تماما يا الآن سيدي. الآن بس دقيقة، الآن هذا المانع من أن تخرج أن تكون هناك تظاهرات، فقط تدعم تظاهرات تشرين اللي كان اللي كادت أن تؤدي إلى حرب شيعية شيعية. لا يوجد هذا ما قال أستاذ نجاح، لا يوجد أي مصطلح حرب شيعية شيعية. ما جرى هو استهداف لتظاهرات سلمية، ورغم كل هذا الاستهداف استطاعوا المحافظة على سلميتهم. ولا تستبعد في قادم الأيام بعد استعادة العافية أن تخرج مظاهرات عارمة في هذه المحافظات، لأنها لا خدمات، لا وجود كهرباء، تدمير البنى التحتية، لا تعويضات، معتقلين بالآلاف ومعتقلات من النساء بالآلاف، وهذا حقيقة وصمة عار على كل المشاركين في العملية السياسية أن تعتقل المرأة العراقية. طيب سؤال عندي الآن، أنت أستاذ نجاح متفق وياك أنه لا يمكن أن تجري انتخابات في بلد تحت سطوة نفوذ الاحتلال
وانتخابات حرة نزيهة وتفرعات مؤكد هذه رؤية حقيقية. طيب أستاذ نجاح راح أرجع لك. مؤكد هذه رؤية حقيقية لا يختلف عليها عراقي أن هذه الانتخابات التي تجري هي لصالح أن يحكم السلاح الدولة والسلاح المنفلت والسلاح الميليشيات. لكن في نفس الوقت هو يمتدح هؤلاء، هنا نقطة الخلاف، هو يمتدح هؤلاء الأسماء الذين هم يؤسسون العملية السياسية، وهؤلاء الذين هم يريدون أن يختطفوا الدولة، وهؤلاء هم المدعومين من إيران. هو يمتدح قيس الخزعلي الذي يريد نظاما رئاسيا، وبالتالي هو الذي يشارك بالانتخابات، وهو الذي نصب مصطفى الكاظمي، وهو الذي يسيطر على البرلمان، وهو الذي يسيطر على الحدود لتهريب السلاح والميليشيات إلى سوريا وغيرها. لا يمكن أن ننكر هذه القضية. لذلك من يريد أن يرفض الانتخابات لابد أن يرفض مخرجات الانتخابات من هؤلاء الذين يؤمنون بالنظام الأمريكي. وصلت الفكرة. في العراق. طيب. هذه تناقضات لضيفك عجيبة غريبة. وصلت الفكرة. وصلت الفكرة. أستاذ نجاح أنا على مود أكون منصف. أنا باقي لي 6 دقائق. راح أعطيك 3 دقائق لك وثلاث دقائق للنايل. جاوب بيها. لازم تعطينا 10 دقائق. أرد على 10 دقائق مالتي. لا مو أنت. لا صدقني أنت طيتك 11 دقيقة وطيتها هو 10. أنا اسمعني بس قبل لا تطيني 6 دقائق. تفضل. اكو ضابط في القاعدة عين الاسد الامريكية اتصل بي قال لي يابا ترطينا احنا 20,000 دولار الى عبد القادر النايل حتى يروح يحرك المظاهرات في الجنوب. هاي ما كل اللي قلت لك عليها بالمسجات، قلت لك افضل ان لا يكون حديثنا قال وقيل. طيب. وكالة انباء اقول لك، وكالة انباء اقول لك. اما فيما يتعلق بالاستيطان، وانا اريد اكون صريح. نعم. اريد اكون صريح بكل معنى الصراحه، وانت تعرف اهل البصره وانت بصراوي وتعرف جيدا لا طائفيه عندنا في البصره. طبعا. انا لو اكشف لك، لو اقول لك انا سني قد ما تصدق. احنا الحقد الذي يملا قلب الاستاذ عبد القادر النايل على ما يسميه بالاستيطان الايراني هو لانهم شيعه. لا قطعا بالعكس، نحن حيينا الشيعة. أستاذ عبد القادر، قلنا أن الشيعة الذين خرجوا في سبيل عبد القادر ضد النفوذ الإيراني استهدفوا لأنهم شيعة. على مود الوقت هيك راح يروح من عند الوقت. أستاذ عبد القادر، الشيعة امتدادنا كما السنة امتدادنا، والعراقيون أستاذ عبد القادر موحدين بهذه القضية. جميل أن الجاري هو إيران. طيب خلي كمل الفكرة. تفضل استاذ نجاح. لا ما هو اراد ان يقولني ما لم اقل. ارجع لك ترد. تفضل استاذ. امتدادك بساحه التحرير وساحه الخلان، شو اسم هذه اللي قتلوا فيها هيثم البطاط، وهذه البنت اللي منين اجت وشفتوها، امتدادك بالسياره المفخخه اللي راحت الى الناصريه حتى تلبي نداء وين ابن الرمادي اللي يفزع لنا. خلينا لا تم القبض عليه ومن حركة الأوفياء التي لها جناح سياسي ومن ميليشيات الحشد لواء 19، وبالتالي إيران من دفعت قبل يوم أمس من المنافذ الحدودية. رح أعطيك تجاوب، رح أعطيك وقتك. تم مسك قنابل في منفذ زرباط قادمة من إيران. رح أعطيك وقت أستاذ النايل، رح أعطيك وقت صدقني. الآن من هذا المنبر الاحترام من خلال برنامجك عزيزي مقداد أتحدى، وتحديت سابقا، أتحدى الأستاذ مصطفى الكاظمي أن يظهر لنا قضية السيارة التي كانت مفخخة أو تحمل متفجرات في قضية في الناصرية، يكون يطلع لنا التفاصيل ويطلع لنا من خطف الألمانية ويطلع لنا من القتل هشام الهاشمي ويطلع لنا منو اللي قتل هذول اللي يسموهم القناصة ها اللي قميص عثمان، منو القتل متظاهرين وقوات أمنية في تشرين. إذا طلعوا ذول راح تنكشف لك الحقائق وين ابن الرمادي اللي يفزع لنا مع الأسف يعني. أما فيما يتعلق بقضية النفوذ الإيراني، قلت لك على تعال نقعد نحكي، أكو استحقاقات بالتاريخ. بس انت خوف تدري مره حكيت وقبوا علي بابا هاي الانبار، هي الانبار كانت ايرانيه، كانت تاريخ. شلون كانت ايران؟ استاذ عبد القادر بس خلي افتي من المعلومه. موجوده عليك تبقى بس انبار شوكه في عيون. بس دقيقه انا مو هيك ما راح افهم شنو النقاط. لذلك الفلوسه استاذ النايل، استاذ النايل منذ قبل الان. استاذ النايل بس خلي كمل الفكره، راح ارجع لك تجاوب صدقني عزيزي. مو هذا تاريخ، احنا ما
احنا الان العراق شلون ايرانيه؟ بس فهمني استاذ نجاح شلون ايرانيه؟ في اثناء الصراع الامبراطوري بين امبراطوريتين ساسانيه ورومانيه وروميه كانت الانبار مستودعا لاسلحه وغذاء القوات الفارسيه الساسانيه. جابوا قبائل من الديلم في ايران اقل من يعني هم بين الفرس وبين انه فرس لو مو فرس يختلفون حولهم، بس هم بالنتيجه الان يقولون عنهم فرس. جابوهم وشوي شوي تحول اسمهم الى ديليم. مو هذا مو يعني مو اساءة للديليم، الديليم اصولهم فارسيه من ايران يعني مو دول مو هذه. طيب قاتلوا مع هذا تزييف الحقائق. طيب هذه لا لا توجد في التاريخ. هذه استاذ النايب انا وقت انتهى والله وقت انتهى وقت انتهى استاذ نجاح استاذ نجاح معركه القادسيه. طيب وين معركة القادسية جرت بشرفك؟ هل جرت معركة القادسية في فارس لو بشيراز لو بصفهان لو بطهران؟ جرت في القادسية على تخوم في داخل العراق، عندما العمر بن الخطاب الخليفة الثاني أرسل سعد بن أبي وقاص إلى العراق ها وعاصمتها المدائن هاي المناطق هناك، قال له سيدي يا أمير المؤمنين أرسل لي من يتكلم معهم، هذول يحكون فارسي فدزلهم منه سلمان الفارسي لأن اللغة الفارسية كانت هي اللغة الأصلية. يا أخي ما تركونا من هذا القال والقيل، احنا أمم متجاورة. طيب طيب أستاذ نجاح أستاذ نجاح كانت عدوة إن نعم. في زمن صدام حسين الآن هي صديقتنا، خب أفضل من أمريكا اللي لا لها جذر طيب. ولا لها تاريخ الآن نحتل أراضينا وتتسيد أجواءنا. طيب أستاذ أستاذ نجاح وأرجو من الأخ عبد القادر نعم. اليوم أنا وياك ويا بحوار هادئ، بس خلي يجيب لنا أرقام جميل نتفق عليها بالأيام القادمة. وهذه العامري قاتل، لا جيب أرقام نتفق عليها بالأيام القادمة. وحق الإمام علي الإمام علي الذي احتفلنا بعيد غديره هذه الأيام، وبالمناسبة عيد الغدير أو حديث الغدير لا يختلف عليه سني ولا شيعي، يختلفون فقط في تفسير الولاية. هذا حاكمية يقول وهذا يقول حب، مثل موضوع الإمام المهدي. طيب الكل يتفقون على ظهوره، فأنا طيب. أقول سأقف على جانبه. وأنا كنت أدافع عن حقوق إيرانيين وسجنت سنة في الانفرادي، أنا ما عندي لحم صرحة مع إيران، بس جيب لي وقائع على الأرض. طيب أستاذ نجاح أستاذ نجاح استاذ نجاح ويا امريكا. طيب اسمح لي بس هاي الجمله تفضل أختم. تفضل هو 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 هاجم حزب الله ايه؟ ونصر الله منو الان؟ شوف روح اقرا تقرير اليوم راح ابعث لك اياه. تقرير الى واحد اسمه تيري ميسان، هذا رئيس معهد فولتير في فرنسا. تقرير مفصل، والرئيس الفرنسي راح الى لبنان يتحدث عن اسرائيل الكيان الصهيوني التي قامت بقصف مرفأ بيروت للتخلص من حزب الله. يعني أنت تحط نفسك في خانة في خانة إسرائيل يا عبد القادر. لا 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 لا. لا. اسمح لي طيب أستاذ نجاح أستاذ نجاح أستاذ نجاح أستاذ يعني عبد القادر أستاذ عبد القادر راح أعطيك مجال ترد. حزب الله والميليشيا أستاذ عبد القادر أستاذ عبد القادر راح أعطيك مجال ترد وقتي صدقني أستاذ نجاح. وأنت حط نفسك بيا خانة أستاذ نجاح أستاذ نجاح صدقني وقت انتهى وراح اعبر على وقت البرنامج. استاذ عبد القادر راح نعطيك 3 الى 4 دقائق. هاي الخاطر البصره والانبار الخاطر البصره والانبار يلا. اقولها بصراحه لانه حقي هو استحوذ على البرنامج. اقولها بصراحه تفضل حقك. هو لا جاو. يعلم لا يعلم التاريخ جيدا. لواء الدليم شكل في ايام العثمانيين، هو ليس نسبا حتى يقول انهم كانوا من الفرس. يعني بعد هذه الاحداث التي يتكلم عليها بطريقه واضحه، نعم المنطقه العربيه كانت محتله من الفرس والروم، لكن جاء الاسلام والعراقيون نهضوا وذيقار معركه ذيقار انصفت العرب وكان اول انصاف
اطراف العرب من الفرس، وبعدها توالت الهزائم بطريقه واضحه تماما. لذلك الادليم هم عرب اقحاح لا علاقه لهم بالتاريخ الماضي، وجد لواء الادليم في تاريخ الدوله العثمانيه. ثم ثانيا بطريقه واضحه الايرانيون الان يستحوذون على المنطقه. استاذ نجاح خلينا نكمل الفكره، انا مود الوقت والله. وليس خانتي لا إسرائيلية اللعينة بالكيان الصهيوني ولا الأمريكية الذي قاومناها بطريقة واضحة. طيب. خانتي عراقية وحسن نصر الله. بس اهدى شوي أستاذ عبد القادر، بس بهدوء بهدوء. أنا مود ما يعني متبين أنت عصبي، بس لا مو عصبي، أنا متوصل الفكرة. صوته موجود يقاطعني، فحتى لا 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 ما يقاطع ما يقاطع أبدا. أقولها بصراحة، كمل فكرتك. أقولها بصراحة، الإدليم هم عرب أقحاح لا علاقة لهم بالتاريخ الماضي. طيب. هم وجد لواء الإدليم في أيام العثمانيين. هذا حقيقة حتى يفهم إنه هو يتكلم بطريقة واضحة لا علاقة لها بالتاريخ. يعني قبل مئات السنين وجد لواء الإدليم. لذلك القضية واضحة تماما، أن العرب أنصفوا في معركة ذيقار ضد الفرس، وكان أول إنصاف للعرب، وتحية لها الذيقار الذين أدبوا الفرس آنذاك. ولذلك يجري العراقيين أن يستعيدوا من الاستيطان الإيراني بلد هم ووطنهم شيعة وسنة ومسيحيين، وبالتالي من هجر المسيحيون في العراق هم العراقيون، هم الإيرانيون بطريقة واضحة، وقد اعترف المسيحيون أن من هجرتهم من الميليشيات الإيرانية. لذلك إيران تريد أن تستحوذ على القضية، وأقولها للنجاح ولغيره، أن حسن نصر الله يكذب بادعائه على عداوتي مع إسرائيل، أن هذه الميليشيات من حسن نصر الله إلى ميليشيات الحشد إلى الحرس الدولي الإيراني. الميليشيات أقولها بصراحة ستار. هؤلاء نتاج لنكاح غير شرعي بين أمريكا وإيران. طيب. لذلك لا بد أن نفهم بطريقة واضحة تماما أن هذا الإجرام الذي يفعلونه أستاذ عبد القادر سيزول. نحن عندما نريد أن نتكلم لا توجد لإيران أستاذ عبد القادر، أستاذ عبد القادر، أستاذ نجاح، أستاذ نجاح وقت انتهى. لا يوجد في العراق أستاذ عبد القادر لإيران، أستاذ عبد القادر تجاوزت الجارة، أستاذ نجاح، أستاذ نجاح، أستاذ نجاح نتكلم نحن أستاذ عبد القادر نتكلم بس عن النظام الإيراني بالمناسبة لا على الشعب الإيراني. إيران تحتل ثلاثة دول عربية، تحتل دولة الأحواز، وتحتل دولة بلوشتان، وتحتل دولة مهرباد الكردية. أستاذ عبد القادر ساد نجاح لك دقيقة، تفضل أردختم انتهى وقتي، تفضل. إيران يعاديها بها كلمة النكاح الشرعي وغير الشرعي، هي هاي تقود إلى ختام الموضوع. بوير طلابة كلها على مود جهاد النكاح. لا 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 ما لها علاقة، ما لها علاقة يا نجاح، صدقني ما لها علاقة يا نجاح، صدقني ما لها علاقة. لا لا محترمون، وهذه الألفاظ الوقحة التي طيب. تعتمدها دلالة على دناءة أخلاقك. لا نسمح لك باتهام العراقيات ساد نايل. ساد نايل أنا بسألك سؤال أخير ساد نايل. ساد نايل واضح، لا هذه القضية لا ينبغي أن تمر. فضل. العراقيون فضل. محترمون برجالهم ونسائهم، وما يتفوه به دلالة على أنه ينضح الإناء بما فيه. طيب. وهذه الأخلاق مجدودة. طيب هاي الطلابة يا أبوي ساد نجاح، ساد نجاح، ساد نجاح، ساد النايل أردختم، أردختم انتهى وقتي. عليه أن يكون مع العراق، ساد انتهى وقتي. بس حوار عراقي لابد أن يتعامل مع الأجبيات الواقعية التي انتهتها الإرهاب الإيراني على العراق والمنطقة. يطرد كل فصائل المقاومة، لا توجد فصائل سوى محور القناصين والقتلة. فصائل المقاومة التي قاتلت الأمريكان ساد النايل، ساد النايل، ساد النايل، وأوجدت أكثر من 70,000 قتيل جريح امريكي. استاذ النايل هم المقاومه، استاذ النايل الذي تتحدث عنهم كانوا جزمه امريكا في العراق. طيب استاذ النايل، استاذ نجاح انت وامثالك استاذ لا ما يصير هذا، لا ما اقبل انا. بس دقيقه استاذ النايل، استاذ النايل شباب شباب المشروع الامريكي، استاذ النايل لماذا كانوا مع بول برومر، استاذ النايل كانوا مع هذا المحور. بس الوقت انتهى، بس اريد افهم شيء من الحوار. استاذ نجاح واستاذ النايل عندي سؤال، كل واحد يجاوبني بدقيقه. استاذ نجاح انتهى وقتي وعبرت على الوقت البرنامج الاخر. الان لمجموعه كبيره من العراقيين. طيب. يقول جزمه امريكا، مو هي فصائل عصائب اهل الحار، لو مو هي ولو مو كتائب حزب الله ولو مو قاسم سليماني جاهلنا ذني هسه مو خواتنا الايزديات اغتصبوهم داعش. اي داعش مجرمه ارهابيه اوجدها النظام الايراني. طيب. طيب. والنظام الايراني يحتضن القاعده الان. استاذ النايل، استاذ النايل هذا واضح معلوم. استاذ النايل، استاذ النايل، استاذ نجاح، استاذ نجاح، استاذ نجاح من جهه بس دقيقه استاذ نجاح اجيبكم كاح بويه
أستاذ نجاح، أستاذ نجاح، أستاذ النائل، هذا موضوع داعش إيرانية، يعني هذا هذه خلينا نتركها. صدقني 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 هذه يعني أسطوانة مشروخة أنا لا أصدق بها. خلي أسألكم سؤال اثنينكم كل واحد جاوبني بدقيقة. أستاذ النايل، أستاذ نجاح ذكر إذا كان السيد الكاظمي استطاع أن يكشف عن السيارة المفخخة المختطفة الألمانية قتلت هشام الهاشمي، قتلت متظاهرو تشرين والقوات الأمنية، ماذا يقصد؟ أستاذ النايل جاوبني بدقيقة واحدة بس. لن يستطيع الكشف عنها لأن ميليشيات حزب الله من تقود كل هذه العمليات. طيب بأسماء أخرى. طيب أستاذ نجاح لك الجواب، ماذا تقصد؟ سيارة المفخخة الألمانية قتلت الهاشمي، قتلت متظاهرو والقوات الأمنية، بدقيقة واحدة. أقولها بجزم وبضرس قاطع، الولايات المتحدة الأمريكية والمحور الأمريكي الصهيوني السعودي هو الذي يتورط، وطبعا الأذيال فروعة ووكلاء من إخواننا العراقيين هم الذين يقفون خلف قتل المتظاهرين، قوات أمنية. طيب. هشام الهاشمي وكل هذه خطف الألمانية وإرسال هذه السيارة المفخخة. طيب. وقتل هيثم البطاط وغيره حتى يجرون إلى الفوضى. طيب. حتى يقولون طيب. يا أبا لازم شكرا. القوات الأمنية. شكرا. ولازم ننفصل. نعم شكرا أستاذ نجاح محمد علي الكاتب والباحث السياسي، كنت ضيفي من لندن، شكرا جزيلا لك. الأستاذ عبد القادر النايل الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك. انطيني ثري ويندو، أنا أعتذر أن تجاوزت على وقت من ضيف إلى ضيف آخر، أعتذر منكم وأتمنى تواعدوني بلقاء أكثر هدوءا من هذا اللقاء إن شاء الله في الأيام القادمة. وأنا أشكرك أيضا وأشكر قناة سامراء. شكرا لك. شكر لك موصول ولقناة سامراء ولضيفك. حياك الله. قال ولي ضيفك أستاذ نجاح، يعني خلاص أنا ما عندي مشكلة إن شاء الله حق جيبها لازم. هذه قضية أتمنى يسود بيناتنا حوار بس يبطل. طيب. من هاي مال الميليشيات والإيرانيين. طيب احنا كلتنا اخو، اقول لك هسه من تقول ذولاك ميليشيات انتوا ميليشيات بس كلكم ميليشيات. طيب شكرا شكرا، الشكر موصول لكم احبتي على حسن المتابعة. في الختام حق الرد مكفول لكل من ذكر اسمه في هذه الحلقة، باسمكم أشكر الأستاذ نجاح محمد علي، الأستاذ عبد القادر النايل، نشوفكم إن شاء الله باكر. هاو مقداد الحمداني، أترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.